احنا بالحلقة السادسة، تحية مقدسية وين ما كنت اينما كنت. احنا بمدينة الخليل في بلد بيت كاحل. الحلقة السادسة عن نوح حمام مميز وعالي المستوى مع المربي محمد عطاونة وزياد عطاونة من اروع مربين الفخامة الحمام والسلالات. بعد اللهم صل على سيدنا محمد، بدنا نطلب من زياد يعرفنا عن هذا الطير، عن المستوى، عن الانتاج، عن المواصفات، كيف يتميز هذا الطير وكيف ممكن انه يطعمي فراخه. او بالحلقات السابقه ذكرنا في حمام بنعطى بيضه لحمام الزاجل عشان منقاره يكون خفيف او مش موجود تقريبا، قصير المنقار. تمام اخوي محمد، الله يعطيك العافيه. وطبعا دائما نحكي ملوك قلاب فلسطين نمبر 1 على الفيسبوك، واللي تحت رعاية اسم دايما فلسطين، ورح ان شاء الله يكونوا قريبا باسم فلسطين بالاردن تركيا، وان شاء الله زي ما وعدوني في اللي تشداش من افغانستان. اكيد على باكستان. اكيد شو اسمه الحمام؟ اوزبكي. اوزبكي في اللي باكستاني، راح اطلع لكم فيديو اقول لكم هي دشداشة باكستانية يا اخوان، شوفوا هالحية. فاحنا اليوم خلينا نكمل مع الحلقة مع اخونا المربي الفاضل زياد، عرفنا عن هذا الطير ومواصفاته. بعد ما صليتوا على النبي رجعنا لكم بحلقة جديدة اليوم مع أخونا معتز مطور طوارئ أفاعي القدس. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم إحنا بنحكي لكم عن نوعية جديدة من أنواع الحمام القلاب اللي هو اسمه الكيساني. حكينا في حلقات سابقة أكثر من مرة عن أنواع عديدة من أنواع طيور القلاب في فلسطين المتواجدة عندنا في فلسطين والمعروفة في مزارعنا، المزارع التابعة لملوك قلاب فلسطين. اليوم احنا حابين نحكي لكم عن طير الكيساني. مواصفات طير الكيساني زي ما انتم شايفين معنا في الفيديو، لونه بكون لون فضي او سكني، بكون مقلم على الاكتاف بلون غامق، لون اسود غامق. اللي بميز هذا الطير عن الطيور الثانية انه من فصيلة القلاب اللي بيقلب في الخم الدم قوي او برا قلبه قوي. كمان ميزة له بتكون زي ما انتم ملاحظين عندنا جفن العين والعين مكحلة والمنقار كذلك مكحل، بكون بتميز بشروال طويل طويل جدا. عندنا هذا منه نوعيات. النوعية الاولى زي ما انتم شايفينها في القبص عندنا، النوعية الاولى اللي هي الكيسان العادي، والنوعية الثانية اللي بتكون عندنا اللي هو بقول الكيساني الكوبرا اللي بيبقى عندنا عاكفة في رقبته. إن شاء الله الأسبوع الجاي جايينا هذه النوعيات وراح نورجيكم إياها ونعرض لكم إياها مع أخونا معتز مطور على قناة اليوتيوب تاعت أخونا معتز مطور. إحنا اليوم بنحكي عن طير الكيساني اللي عندنا في القفص. زي ما أنتم شايفين زي ما حكينا طير الكيساني بتميز إنه العين بتكون مكحلة والمنقار كذلك مكحل، شروال طويل، لونه بكون مميز، بكون جاي سكني فاتح، الكتاف مقلمي بخط زي ما انتم شايفين عندنا في الفيديو. اخوي معتز عطينا الفيديو على ظهر الطير، اخلي الناس تميز كيف بده يميزوا الكيساني. بيجي عندنا كمان برضو الوان غامقه من الكيساني، لون اغمق بكون جاي على زرق شوي، ولكن الافضل والاحسن اللي هو اللون زي ما نقول له احنا نقول له لون سكني فاضح، هذا اللي بكون لون مميز. برضو بكون لون نفس اللون بكون لطير الكيساني الكوبرا اللي بكون معكوف رقبته. من ناحية انتاج هذا الطير ما بحتاج انك تنقل بيضه نهائيا، لانه بستطيع انه يربي اولاده، لانه بتميز منقاره طويل شوي مش زي باقي انواع الطيور اللي عرضناها في الحلقات السابقه زي الروسي او زي الاوزبكي او زي اللونج فيس. يعني هذا الحمام بستطيع انه يطلع فراخه ويربيها بكل اريحيه لكل المربيين، لكل الهاويين، لكل الباحثين عن الجمال. هذه احدى الطيور اللي بتتميز بجمالها زي ما انتم شايفين. طيور بتتربى، طيور طبيعتها في القلب دمها حامي جوا. الطيور المعروضة عندنا في القفص طيور كلها قلابة غرفة، لدى أخونا محمد عطاوني ولدى مجموعة قلاب فلسطين، ولدى بتقدروا كمان تستفيدوا من خبرة أخونا معتز مطور. الصفحة الأولى وأول قناة على اليوتيوب بتعتني بهيج شغلات وبتصور حلقات
عن هيك نوعيات من الحمام، وأنا أتحدى قديش إلي في تربية الطيور، وقديم تابع مجموعات قنوات صفحات. لأول مرة أشوف شخص بيهتم بهذه الشغلة وبتابع هذه الشغلة بهذه الطريقة الجميلة. زي ما أنتم شايفين بنرجع للطير مع أخونا محمد عطاوني ومع أخونا معتزم طور، إذا حاب يسألوا أي سؤال عن الطير الموجود عندنا في القفص. أنا أخوي محمد، يعطيك العافية أخوي زياد على المعلومات القيمة دائما أنا بشكرك فيها، وإن شاء الله بتمنى لكم الخير دائما. أخوي محمد بدي أسألك سؤال واحد بس لا تلف وتدور فيه. طبعا أنا لاحظت أنه عندك أزواج اثنين بني اثنين. أنت المرة هاي عرضت لي مجموعة مرة واحدة بداخل قفص بنفس اللون، إيش هذا الطير اللي حببك مختلف عن النوع الثاني؟ وكمان قل لي إذا أنتجت منه، ولوين وصل طيرك؟ لأي مناطق بالأراضي المحتلة أو خارج البلد أو بالضفة أو بالداخل القدس؟ المناطق هاي عرفنا لنعطي نبذة للمتابعين والمشتركين عن طيرك لوين بوصل. من فضل الله، الله يسعد مساك أخوي وحبيب القلب معتز. طبعا مرحبا بذكر الله. طبعا هاي طيور جميلة جدا، اللي أعجبنا في هاي الطير لأنه نفس الطير جميل، وأنا حكيت سابقا إن أنا بتميز في الإشي الصح، لذلك هذول قلبات غرفي، أنا بربي الكساني قلاب الغرفي اللي بيقلب على الأرض. طبعا هذا الطير مطلوب في القدس وبعت عليه على القدس، هذا الطير طبعا انطلب مني من القدس والحمد لله رب العالمين، بعت منه في القدس وبعت منه في رام الله، وطلعت على الشمال من إنتاج هذا الطير من فضل الله، وفي نفس الوقت كمان في الأراضي المحتلة بعت على عكا وحيفا ويافا منه. كل الاحترام لأهل عكا اللي أجوا استلموا مني الطير، كل الاحترام لأهل القدس. في نفس الوقت كي لا أنسى إنه هذا الطير مرغوب لدى غزة وانطلب مني لغزة، بس ولذلك يعني فيش إمكانية للتوصيل لغزة، والله يسعد مساهم أهل غزة، كل الاحترام لهم. وإن شاء الله بتفتح البلاد وبنصدر لكم، بنستورد منكم وبنودع على الأردن وبنأخذ من الأردن طير. طبعا كساني صح، كساني مستوى عالي، كساني إشي خرافي يعني. معتز مطور بدنا نعطيك جوز هدية منا إلك وتربيه، وإن شاء الله تستفيد وإن شاء الله بتشوف خيره. صلاة النبي طيور مميزة، كساني قمة، كساني روعة ما شاء الله. حاب احكي كلمة، سأل سؤال أخونا معتز لمحمد بس ننتبه إله، ليش نفس اللون الطيور؟ لأنه نوعيته جاي من اللون المسمى تبعه، المسمى تبعه اللي هو كساني، يعني ما بزبط الكساني يكون لا أحمر لا أبيض لا أسمر، إله لون وحيد اللي هو اللون الكساني، جاي الاسم من اللون تاعه. فلذلك احنا لما نقول كساني بس اللون هذا ما بزبط يجي اي لون ثاني. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، شكرا لاخونا معتز مطور، والمايك مع اخونا معتز مطور. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، تبارك الله على هيك طير، تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا تحية مقدسية وين ما كنتوا اينما كنتوا من القدس، تحديد من منطقة الخليل بيت كاحل.